سريعاً مع حضراتكم نشوف الصحافة العالمية والمواقع العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا النهاردة، فقرة الصحف العالمية بصحيفة ماركا الأسبانية. صحيفة ماركا الأسبانية ركزت طبعا على منحها جائزة الأساطير للكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكتبت لوكا مودريتش أسطورة لا نهاية. الصحيفة تحدثت عن فوز كمان فرانكفورت باللقب الدوري الأوروبي بعد الفوز في النهائي على رينجرز الاسكتلندي بضربات الترجيح، وكتبت فرانكفورت البطل. صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على سوء الانتقالات في برشلونة وكتبت كوليبالي. كوليبالي مرشح لتعزيز قلب دفاع برشلونة، وكمان الصحيفة اهتمت بفوز تاني فرانكفورت على بكأس الدوري الأوروبي على حساب جلاسكو رينجرز في النهائي، وكتبت فرانكفورت بطلا بضربات الترجيح. لسه مع حضراتكم في اسبانيا مع موندو ديبورتيفو الاسبانيه اللي ركزت على مستقبل الهولندي ممفيس ديباي طبعا لاعب برشلونه، وكتب ديباي على حسب ميزان سوء الانتقالات، بمعنى اخر ان طبعا الرقم او النادي اللي هيدفع اكتر في هذا اللاعب هو سينتقل اليه. كمان الصحيفه اهتمت، كل الصحف اهتمت بصراحه بفوز وتتويج فرانكفورت باللقب الدوري الأوروبي بعد الفوز طبعا زي ما بقول لحضراتكم بضربات الجزاء على رينجرز الاسكتلندي، والصحيفة كتبت تتويج فرانكفورت. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على بريطانيا، تحديدا صحيفة سان الإنجليزية ركزت على أزمة الدنمارك كريستينسن في تشيلسي، رفضوا لعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت مرارا وتكرارا. كمان اهتمت بتصريحات توخيل اللي أكد خلالها أن اللاعب الدنماركي لم يرفض اللعب للمرة الأولى، بل حدث هذا الأمر أكثر من مرة. الصحيفة كمان يعني اهتمت بمساندة كواتي لمواطنه طبعا جاي في قضية عدم دعم المثليين، وكتبت فيها سأتحدث مع كواتي. اهتمت الصحيفة كمان بتصريحات كلوب يورجن كلوب المدير الفني لهذا طبعا لليفربول حول مدرب أستون فيلا، طبعا أسطورة ليفربول جيرارد اللي يعني بيحمل أمال الفريق في اللقب بالفوز بالدوري الممتاز، وكتب كلوب لن أواجه نداء لجيرارد. يعني طبعا جيرارد أسطورة من أساطير طبعا ليفربول، وطبعا المباراة تحديد بطل الدوري الإنجليزي طبعا هيكون فيها عامل كبير جدا جدا لجيرارد، اللي كمان جيرارد طلع وقال انه هو طبعا بيحب ليفربول جدا، ولكن هو راجل بروفيشنال، راجل مدرب بروفيشنال بيسعى مع أستون فيلا للوصول لأفضل المراكز وإنهاء الموسم بشكل أكتر من رائع بغض النظر عن نتيجة المباراة أو مين اللي هيكسب الدوري الإنجليزي. طيب نروح لفرنسا ومع الإكيب الفرنسية، ركزت على أولمبيك مارسيليا ومدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، وكتب شكوك حول خورخي سامباولي. الصحيفة اهتمت كمان بفوز أنترلاخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على طبعا جلاسكو رينجرز طبعا بطل الدوري الأسكتلندي. نطلع لإيطاليا سريعا، جريدة لا جازيتا ديل سبورت الإيطالية اللي ركزت على البرتغالي لياو نجم طبعا الميلان، وكتبت لياو يساوي 100 مليون يورو. حضراتكم عارفين لياو طبعا لعيب مميز جدا في ميلان وهدافي من هداف الفريق، ولعيب مميز جدا ظهر بمستوى اكتر من رائع مع اي سي ميلان هذا العام. كمان الصحيفه تحدثت عن سوء الانتقالات يوفنتوس، وكتبت يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جورجينيو، وعودة جورجينيو أو في اهتمام كبير جدا من يوفنتوس لنجم تشيلسي جورجينيو. الصحيفة كمان اهتمت بروما، حضراتكم عارفين روما هتلعب في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فاينورد الهولندي، وكتبت على لسان مورينيو نهائي دوري مؤتمر هو الأمل، ويمكنني البقاء سنتين مع الفريق حال تتويج روما بهذا الكأس.